ولكل من يشاهدنا على القناة الفضائية الكويتية نقول لكم عيدكم مبارك، وسوف نستمر معكم حتى 8:30 من خلال برنامجكم عيدكم مبارك. ويسعدنا أن نستضيف إحدى الفنانات الخليجيات التي عرفت بهذه الأغنية. يا هالحال يعجبكم على فرق حبايبكم، مسير الجر يتعبكم ونلقى غيركم ثاني. حسايف ما ذكرتونا تكبرتوا نسيتونا، ولكن لو خسرتونا بنلقى غيركم ثاني. حسايف ما ذكرتونا تكبرتوا نسيتونا، ولكن لو خسرتونا طبعا ارحب في البدايه بفنانتنا ريم، وسعداء بان تكونين بيننا، واتمنى ان شاء الله ان ما يراودك اي احساس بالغربه لطالما انت بين اخوانك واهلك في دوله الكويت. لا ابدا، وكل عام وانتم بخير، وشعب الكويت بخير، وكل الخليج والامه العربيه بالف صحه وسلامه يا رب. وايضا بعد هذه الفرصه نهنيك بصدور الالبوم الاول والاخير، طبعا اللي انتهى اخر واحد، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله نشوف الالبوم الجاي ومصور ان شاء الله. لطالما انت اتحبتينا بهذه الاغنيه حسايف، ولاقت رواج كبير في دوله الكويت وهي انطلاقه، نتمنى ان شاء الله ان لا تتوقف وان تستمر ان شاء الله يا رب. ما ادري اذا تحبين تعايدين شعب الكويت بشيء من الاغاني لطالما احنا بدينا وفي اول ايام العيد، وايضا الشعب الاماراتي اللي يراقب هذه السهره، وايضا شعب دوله الخليج والوطن العربي. ما تشعل عليهم لطالما ان ارسالنا الان طبعا يصل الى امريكا وكندا، فابنائنا الطلبه يراقبون البرامج التي تقدم عبر الفضائيه الكويتيه، ولا شك ان ابناء الخليج ايضا يراقبون مثل هذا اللقاء. اكيد. فشو تقولين لهم عاد؟ اول شيء اقول لهم يعني حيثما كانوا عيدكم مبارك، يا رب ينعاد عليكم وانتم بالف صحه وسلامه، واغني لهم شوي يعني من يا ليله العيد، يا ريت يعني تعجبهم بصوتي. يا ليله العيد انستينا، يا ليله العيد انستينا، وجددت الامل فينا. يا ليله العيد يا ليله العيد. الله يعطيك العافيه. ريم، ما ادري هذه اول مره تزورين فيها الكويت ولا لا؟ والله هذه اول مره اعيد في الكويت. وبس انا زرتها في المرات اللي كنت فيها اسجل البومي في مركز رويشد، ويعني كانت طبعا كانت زياره عمل. اي، وكنت باستضافه الفنان الكبير عبد الله رويشد، وانا كنت سعيده جدا بزيارتي لها. يعني انا زرتها بس كانت في السنوات اللي مرت، وزرتها في ايام تنفيذ الالبوم، والحين هذه اول مره اعيد فيها. طبعا احنا يعني عندنا كل زيارات الاخوه الاشقاء عيد بالنسبه لنا في الكويت، نتمنى زيارتهم ما تنقطع. بس ما ادري شلون شفتي الجو خاصه في العيد هذا اول يوم؟ ما ادري ما ادري ولا لا يعني. لا والله يعني انا امس واصله يدوب بروفات وكذي، واليوم معاكم التلفزيون. بس يعني هذه يعني جد جد انا جدا سعيده فيها، ولو انهيت يعني بسرعه، بس جدا سعيده فيها، وانا شاكر التلفزيون الكويت على هالاستضافه. هذه اكبر عيديه انا تلقيتها في حياتي. طبعا انت قدمت للساده المشاهدين عيديه، واحنا نطالبك بعيديه ايضا، بس بعد شوي يعني راح نخليك طبعا في هذا. بس نبي نتعرف على نوعية الأعيادي في الإمارات العربية المتحدة أشقائنا. والله العيد في الإمارات يعني ما يختلف اختلاف كبير عن العيد في الكويت، طبعا احنا كونا خليج يعني. بس هو العيد يعني لما كان أيام الطفولة مختلف، لما كبرنا طبعا اختلف شوية. طالما كبرتي انت لا أنا مو كبرت، كبرت يعني بس أول مرة واحدة تقول أنا كبرت لا يعني الطفولة طفولتي لا يعني سن معين وخلاص يعني. طيب يعني بعد ما كبرت فأكيد أنت الآن تعطين عيادي، ما أدري فلتتي من العيادي يعني ما تعطين عيادي هالعيدي والله والله يعني إذا لحقت وسافرت رجعت الإمارات وفي العيد طبعا اكيد
على الأقل المقربين يعني. فقدتي شيء بالعيد؟ ها؟ فقدتي شيء بالعيد؟ فقدتي؟ والله يعني أمي وإخواني وأهلي يعني، بس لا يعني هني والله العظيم الاتصالات سهلة في هذه الأيام يعني، ما هي إي لا يعني هو كان شوي طبعا الحين إحنا في جو عمل وكذي، لكن جد حتى أمس وأنا في البروفا يعني حاسة إنه يعني جد هذا اليوم عيد جمعتهم و يعني الفنانين والقادمين من دولة البحرين، يعني هذا وجودي أنا في الكويت والله جد أنا سعيدة فيه، يعني ما افتقد ذاك الافتقاد يعني الحمد لله. أتمنى أن يكون هذا بالفعل الشعور. إحنا طبعا نحس أن أنت واحدة من بناتنا ووجودك بيننا شيء ضروري ومهم لطالما دائما تكون بيننا، فراح نكون سعداء. هل نستطيع القول أن الانطلاقة الحقيقية للفنانة ريم بدأت بعد صدور ألبومها الأول؟ أنت شايفة كذي؟ لا والله يعني انطلاقة لا للحين، يعني هو بس مجرد تعريف، يعني أنا يمكن عرفني الناس من مهرجان القاهرة الدولي الثالث، والألبوم يعني رسخ شوي المعرفة، لكن للحين يمكن أقدر أقول لك لا انطلاقة بمعنى كلمة انطلاقة. هو بصراحة يعني الإحساس بأن الإنسان ما قدم شيء هذا هو يعني دليل على أنه راح يستمر في النجاح إن شاء الله يا رب. متى ما حس بأنه وصل إلى الغاية فأعتقد أنها راح تكون هذه والله الألبوم يعني الحمد عندها. لله إحساس جدا يعني يبشر بالخير. الله يسلمك. بس إحنا بنسأل عن حسايف، إيش معنى هالأغنية اللي صورتيها؟ والله يعني صدف يعني أنت الحين تميزتي بحسايف. الحمد لله يعني الحمد لله، بس أنا حتى صورت تعال صورت تعال وكنت بصور كل شيء فيك أنت حلو، لكن يعني مطر يا مطر وأجلنا التصوير، بس إن شاء الله. حسايف يعني كانت أول أغنية، يمكن علشان أول أغنية أنا تعرفت عليها من ألبومي وأول أغنية سمعتها، وهذا اللي كان ودي أسمعها يعني أول أغنية، يعني فشيء مختلف، أول شيء في حياتك تسويه يعني في عملك، يعني مثلك كمذيع يعني أول عمل تطلع فيه على الهواء يكون مختلف. لا مثل كذي يعني. ايش رايك مثلا مثل كذي تغنينها لنا لايف ولا نسمعها فيديو؟ والله على راحتك موجوده انت كيفك يعني اسمع ايش كريمه حيل الساحل الله يسلمك الله على عيني. اذا هالحال يعجبكم على فرق حبايبكم، مسير الجرح يتعبكم ونلقى غيركم ثاني، ونلقى غيركم ثاني. حسايف ما ذكرتونا تكبرتوا نسيتونا، ولكن لو خسرتونا بنلقى غيركم ثاني، بنلقى غيركم ثاني. سمحوني على القصور يعني انا صوت شوي يعني. تكبرتوا نسيتونا، ولكن لو خسرتونا بنلقى غيركم ثاني، بنلقى غيركم ثاني. اذا هالحال يعجبكم على فرق حبايبكم، لو سألت فنانة ريم شنو هي الاستفادة اللي استفدتيها من خلال احتكاكك بنجوم الأغنية في الكويت والخليج يعني ككتاب وملحنين يعني؟ والله يعني هو تعامل في العمل الألبوم كله. نعم. تعاملي مع الملحنين والكتاب جدية صدفة، صدفة كانت من أسعد يعني من أحلى الصدف إني أتعامل مع فنان كبير مثل الفنان عبد الله رويشد في لحنين، ومثل مشعل عروج في لحنين، وعبد الله القعود في لحنين من الكويت ومن الامارات، موسى محمد، ومن الشعراء مثل خالد المريخي وسالم سيف الخالدي ونايف الرشيدي وهتان وصدى الصمت وسراح شبيب، يا ربي ما كن نسيت حد. فهذا شيء اعطاني يمكن فترة حتى التنفيذ العمل. نعم. للألبوم وفترات اللي كنا نسجل فيها كنت حتى كانوا الكتاب موجودين مع الملحنين، فكانوا ينصحوني ريم كذي حلو كذي سوي كذي سوي كذي، فهذا شيء
بالعكس يعني يطور من الفنان، بما اني انا حتى ما درست فن يعني للاسف، فهذا الاحتكاك معاهم ولد في خبره ولو كانت بسيطه يعني. طبعا بالممارسه الانسان وايد يتعلم مع باحتكاكي مع الفنانين. طبعا الجلسه اللي صارت ما اللي عرضت في تلفزيون الكويت حتى مع الفنان صالح الحريبي. ايش رايك فيه؟ شنو انطباعك لما شفتي نفسك انت تغني مع هذه المجموعه؟ يعني شوف اقول لك يعني سبحان الله صدف، يعني هذا شيء يحسب لي. يمكن ريم ما غنت الغنى اللي يمكن في بعض الناس ما كانوا يتوقعونه، بس وجودي مع هالكم من الفنانين شيء يشرفني، وتاريخ يذكر لي انا على ما اظن يعني اني انا اتواجد مع فنان مثل صالح الحريبي وعبد الله رويشد وابراهيم الصلال. يعني هذا شيء جد اسعدني، وان شاء الله يا رب الجلسات الجايه وان شاء الله تكون هذه الجلسه حتى اسعدت الناس اللي شافوها. ما في شيء، احنا نتمنى يعني عن لسان الاخوان في الكويت يعني نحب هذه الاستمراريه، ونتمنى ان شاء الله انها تتواصل تبقى الكويت البلد الثاني يعني. أكيد ما تبخلين علينا باصداراتك والبوماتك وتعاونك ايضا مع كتابنا وملحنينا في الكويت. لا ابدا، يعني احنا نعتبر الكويت هذه نقطه يتركز فيها الفن، واحنا ما ننسى هذا الشيء. يعني ممكن معظم الفنانين ابتدوا من هنا، هذه شرفنا ان احنا نبتدي. اشكرك عليها واشكرك كل الاخوه اللي يسمعون الان. قله وجود العنصر النسائي في دوله في الخليج خلينا نقول بصفه عامه، هل هذا يقلل فرصه المنافسه والظهور فنان مثلا؟ يعني ما بقول انت بالذات يعني. لا يعني هو يعني يفتح كان مجال المنافسه و هو كان في قله في الاصوات النسائيه، بس الحمد لله حاليا ظهر يعني أنا موجودة. هل هي كافية يعني الأصوات الموجودة؟ لا في اعتقادك؟ لا، بس أول ما كانت موجودة، يعني لما ما يكون في موجود مثلا غير نوال، وبعدين تطلع أحلام، ريم، عندنا مرام، عندنا الحين في الإمارات رويدة المحروقي، سمر، في البحرين نغم، يعني هذا طبعا يمكن ما كلهم ظهروا على الساحة، بس حتى الكثرة تولد المنافسة. انت ذكرتيني يعني بمجموعه اقاويل تقال يعني خاصه في الاوساط اللي تكون قريبه من الفنانين او اللي يحبون دائما يسمعون الاغاني ويتاثرون دائما ويراقبون الفنانين الجدد بكثب، يقولون دائما ان ريم يعني صوتها مقارب لاحلام. ايش رايك؟ شو تقولين لهم؟ لا ما انا بوقف موقف الحياد، ما لك شغل انت اللي والله يعني انا بصراحه ما سمعت احد قال لي يعني في يوم من الايام فاجأتني بهالسؤال، بس يعني طبعا انا يعني ما ادري شو اقول لك، بس لا ما يعني احلام صوت مختلف اظن يعني، وريم صوت مختلف. ما بنتكلم مثلا عن القوه والضعف، بس حتى انا ما اقدر اقول اذا انا صوتي لمن يميل او مثل صوت فلانه او صوت فلانه، لان حتى ما اظن يكون ممكن يكون في مقارنه ما بين الاصوات، لان الصوت مشاعر والمشاعر ما تنولد في كل انسان. احنا الحين بالمشاعر نبي الصوت نبي نسمع شيء نبي شيء بالمشاعر وهذا الصوت ونسمع نقطع الشك باليقين يعني احنا ما نبي نقارن ولا نبي نعمل لا بالعكس يعني ان تقول لي مثلا صوتك مثل صوت احلام انا ما اقول انا قلت او في ناس تقول يعني ناس يقولون كذي وابي اشوف رده فعلك يعني. والله يشرفني، احلام صوت متميز جدا وصوت جميل جدا. انا عني كفنانه وكمستمعه احب صوتها واحب اسمعها، ويعني بس هذه المقوله بصراحه اول مره اسمعها، فما ادري يعني مثلا اغني لك الاحلام علشان تقول يعني، ولا اغني لك من اغانية. والله أنا يعني انت علاش انك تقطعين الشك باليقين يعني تسمعينا شيء سواء لاحلام او لك، فاكيد كل ما راح تقدمينه فهو شيء زين وحلو. والله ما ادري اغني لك يعني اغنيه من اغاني شيء من اغانيك مو مشكله. أغنية أحبة لسالم سيف الخالدي لحن موسى محمد. يا سالم من الكتاب المميزين في الخليج وفي الإمارات نعم. على وجه الخصوص دائما كتاباته تلقى النجاح، وشرفني التعامل معه والله. لو كان مشكلتي جروحي
جروحي يمكن يداويها الحكي، المشكلة قلبي وروحي، وروحي المشكلة ذاك النديم. لو كان مشكلتي جروحي، جروحي يمكن يداويها الحكيم، المشكلة قلبي وروحي، وروحي المشكلة ذاك النديم. والحال من دونا سقيم، أحب الله العظيم، والحال من دونا سقيم، أحب الله العظيم. لو كان لو كان لو كان لو كان مشكلتي جروحي يعني كذي. بس انا اسفه يعني، بس جد صوت مطالع عدل. احنا طبعا لطالبنا يمكن يقولون احنا نتعب صوتك وباشر عندك الحفله، باشر عندي بس حفله، بس احنا بنعتبر هذا يمكن هذا الغناء هو تدريب حق صوتك حق باشر معانا. اي والله باشر حفله يعني اول حفله تكون جماهيريه، خصوصا يعني انا يعني الكلام اللي اسمعه ان الحمد لله الشعب الكويتي متقبل ريم نوعا ما، وهذا شيء يسعدني، وخصوصا ان شعب الكويت شعب طبعا واعي على الطرب من زمان، واني انا اتواجد معاهم وجها لوجه يسمعوني على مسرح، هذا شيء شوي يعني محسسني بخوف. بس طيب شو شعورك انت راح يعني راح تكونين يعني لايف قدام الجمهور مباشره في هذه الحفله باسر، شلون استعدادك؟ والله يعني الحمد لله انا جايه وكلي امل يعني، وكلي يعني اني انا مستعده لهذا الحفل، بس يا رب ان شاء الله يعني يكون هذا الطموح موجود لباكر يعني. والله انا يعني اللي اشوفه انه يعني غير انه تكونين موجوده وبيننا يعني وراح تغنين لايف، اعتقد انه من خلال الالبوم اللي نزل اعتقد انه كان في شيء من التالف بينك وبين الجمهور ومحبين الاغاني اللي انت قدمتيها. الحمد بس فكرتي انك تروحين الحفله الاولى اليوم وتشوفين الجو شلون؟ اي والله ردة الفعل وشي تشجعين او والله كنت وراح تلتزمين انت قاعدين بال لا 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 والله انا كنت امس مع الفنان عبد الله رويشد مع عائلته وكذي، واتفقنا ان احنا نروح على الاقل علشان اشوف جو الحفل يعني ايش يصير وكذي، فان شاء الله يا رب يعني يكون جو حلو. ان شاء الله عزيمتك قويه وثقتك بنفسك ان شاء الله الحمد لله مثل ما احنا متعودين وسامعين ولمسنا، اعتقد انه ان شاء الله راح يكون في تجاوب مثمر ان شاء الله في شاء الله. صالح الاغنيه اللي راح تقدمينها ان شاء الله في هذه الحفله ان شاء الله يا رب. من دون الاسماء اللامعه الموجوده في الوسط الفني كملحنين وكتاب، هل يستطيع الفنان بروحه انه يواصل نجاحه؟ طبعا يعني ممكن يعني مثل الملحنين كبار يعني التعامل مع ملحنين كبار شيء لا وضعه يعني وضع مختلف، اذا مثلا تعاملت مع ملحن تو مبتدئ يعني يمكن تقبل الناس ما يكون للمطرب ذاته، يكون تقبلهم للفنان للملحن اللي ياما سمعوا الحانه من الفنانين. بس النجاح ما له جهه معينه او ما له وضع معين، طبعا ممكن الفنان ينجح مع ملحن مبتدئ او مع ملحن كبير، ممكن ينجح مع ملحن صغير تو مبتدئ، وممكن ما ينجح مع ملحن كبير، فهذا يعني يعني ما في مقارنه. ريم انا ملاحظ انك انت تراقبين خطوات الفنانين الاخرين بحذر حتى يعني تكون لك موعظه في نجاحاتهم او للتحفظ دون الاخطاء اللي وقعوا فيها. والله اكيد يعني ما ادري في نظرك شنو المقياس الحقيقي لنجاح الفنان خاصه في هذه الايام في وفره من مطربين ومطربات، يعني خلينا نقول بس مو بالخليج حتى في الوطن العربي. والله اول شيء الاختيار الصح، إذا يعني الفنان متمكن ذا صوت متمكن وأداء صح يعني يؤدي أداء حلو صح، أكيد بالاختيار راح يصنع شيء جميل يعني بالاختيار الصح، من كلمة من لحن من توزيع تنفيذ للعمل، إذا الفنان تابع حتى عمله وهو ينفذ أنا أظن أنه هو حتى على الأقل يكسب شيء، يكسب خبرة، يكسب احتكاك مع الموجودين
لأن غالبا الاستديوهات تكون مليانة ما شاء الله من الفنانين والملحنين والشعراء، فهذا يعني هذا أنا أقول الاختيار الصح يعني أول شيء، يعني ما أقدر أقول في ركيزة معينة، يعني ممكن إذا الكلام حلو يعني تنجح الأغنية وينجح الفنان، لا كلهم مع بعض ينجحون. خلينا نشوف من الاختيارات الصح ضمن جلسة قدمتها مع الفنان عبد الرويشد، الإخوان مجهزينها لنا ونشوفها مع بعض. لا نزال معاكم أعزائي المشاهدين، واصل لقائنا بفنانة الخليج والإمارات ريم. مرسي. طبعا سعداء بأن تكونين ضيفتنا في تلفزيون الكويت. ودي أسأل سؤال، من الفنان أو الفنانين اللي تحبين تتعاونين معهم بعد ألبومك الأول؟ على جميع الأصعدة، إذا كان أو ملحنين أو كتاب. يعني والله أنا أتمنى أتعامل مع الكثيرين، مع الكثيرين الكثيرين يعني. في شخصيات معينة ودك تعيدين التجربة معاهم مرة ثانية؟ اي والله، يعني اللي اشتغلت معاهم في ألبومي الأول كلهم؟ يعني كلهم بدون استثناء، يعني على صعيد الملحنين. يعني هني انت راح تقيعين بين اختيارين، يعني انك انت تضحين بمجموعة منهم او انك تزيدين الإنتاج عشان تجربين عناصر يكون عندها. اكيد اكيد لازم يكون في عناصر جديدة، طبعا اللحن هذا يعني انا ما اقدر اقول الملحن لحن لي كذي كذي، يعني هو يعني هو اللي قاعد يلحن مش انا اللي قاعد الحن. فلما اني انا بنجاح ارجع اتعامل معاهم، مثل يعني نجحت معاهم ارجع اتعامل معاهم، هذا شيء اظن يعني بالعكس شيء وايد حلو. يعني مثلا اني انا اتعامل مع الفنان عبد الله الرويشد، مع موسى محمد، مشعل عروج، عبد الله القعود، يمكن مش الالبوم اللي جاي يمكن الالبوم اللي بعده اتعامل مع ملحنين ثانيين. انت لو لاحظت اني انا عندي لحنين فنان عبد الله رويشد، ولحنين مشعل عروج، ولحنين لعبد الله القعود، يمكن خليهم لحن لحن مثل. ايش رايك بملحن عبد الله القعود؟ ما شاء الله، يعني الحمد لله حسايف صار لها صدى جدا جميل، جدا جدا جميل، يعني مش عشان انا غنيته بس، يعني كلحن
صداها جدا جميل الحمد لله. وهو ملحن مجتهد يعني ملحن مجتهد، و يا ما سمعت يعني يا ما سمعت منه ألحان كان يعني كان يمكن حتى حسايف شيء قليل يعني من أعماله. جد هو ملحن عنده ألحان وايد حلوة. طيب للأخوان الجمهور بدأت ترد اتصالاتهم الآن عبر الهاتف عند الأخوان في الكنترول، طبعا بمتابعة المحطة الغنائية العربية في دولة الكويت دائما يسمعون أغنية كل شيء فيك أنت حلو، فكلهم يطالبون الحين بيسمعون هذه الأغنية، فش تقولين لهم يعني جمهورك يطالب هذه الأغنية؟ بس لو لاحظ الجمهور يعني من الإعداد يعني ما له شغل بالإعداد بس لا يعني لو يعني لو لاحظ الجمهور أني أنا لما غنيت أحبه حتى يعني مبح صوتي يعني لأن جد بروفا أمس. بعد أنا بحيدة. أنا اللي عارفة أن في ويتو مع سعد الفهد في حفلة باشر إن شاء الله. إن شاء الله. في أغنية كل شيء فيك أنت. أي. أوكي بس يعني بس يعني اعذروني إذا. ما في شكل طالما هو اللي طالب الأغنية. كل شيء فيك أنت حلو. لا تقول وش فيني حلو شعرك عيونك بسمتك كل شي فيه انت حلو انت حلو انت حلو كل شي فيك انت حلو مرات اجيب اشبهك احتار كيف اشبهك انت القمر شفت القمر ما تشبهه يشبهك شعرك عيونك بسمتك كل شي فيك انت حلو شعرك عيونك بسمتك كل شي فيك انت حلو كل شي فيك انت حلو يا حلو وصوتك بعد هم حلو امسك الخشب ميرسي الله يخليك. لو سالنا الفنانة نريم شنو اخر اخبارك الفنية؟ شنو جديدك؟ والله غير حفلة باكر يعني قاعدة اعد الالبوم الجديد وان شاء الله يا رب يكون يعني انا ما ابغى يكون البوم يواكب نجاح الالبوم اللي مر بس ابغيه مختلف يعني وان شاء الله اختلافه يعني ينجحه. و غير الاعداد للالبوم حرصت على شيء معين انه يكون في الالبوم الجديد ما كان في الالبوم الاول؟ اي والله بس ما بقول تقولين حق الجمهور لا يعني يا ريتها يعني علشان يشوقون ان العمل جد ما عشان تشوقينهم لازم تعطيهم شيء قليل عشان يعرفون لا ينتظرون يترقبون يعني هو عمل جد مختلف عمل جدا مختلف عن الالبوم اللي مر في اكثر من اغنيه او الاختلاف راح يكون في اكثر من اغنيه ولا اغنيه واحده يعني لا هو اكثر من اغنيه بس مش اغنيه واحده يعني بس مختلف يعني الوان مختلفه الكلام افكاره مختلفه في ملحنين جدد يعني على الملحنين اللي عندي في ملحنين جدد وان شاء الله يا رب الالبوم يعجبهم مثل ما عجبهم الالبوم اللي مر ان شاء الله اتمنى ان شاء الله لك التوفيق. انا ودي ايضا يعني اقدم لك شيء من الحلو اللي موجود عندنا. والله انا قاعد اشوفه من الصبح ما يعني بس يعني احنا كنا نبي حق الختام بعد ما نخلص هنا ونخلص الاغاني اللي راح تقدمينها وما شاء الله ما شاء الله شيء ثقيل يعني والله هو على قد ضيوفنا يعني ميرسي الله يخليك على العموم شكرا يعني معني انا ما اكل حلو يعني بس شكرا يعني اذا كان هذا الشيء يساعدك على الغنى فهو شيء زين يعني راح اشيل اكثر من مره يعني لا ميرسي الله يخليك في راح تقدمين هديه او عيديه للساده المشاهدين سواء كانوا في الكويت او الخليج مفاجاه خبر جديد اغنيه الامر متروك لك فيديو كليب كل شيء نبي نعرفه كل شيء هو في أغنية إن شاء الله إن شاء الله يعني أول ما أرجع الإمارات أصورها وضعنا لها فكرة يعني وفكرة جدا جميلة وإن شاء الله إن شاء الله بيخرجها المخرج عادل خضر
وهذا شيء يشرفني اني انا اتعامل معاه. وهي اغنيه كيفك، وفي كمان اغنيه للمخرج العزيز جدا الى قلبي احمد دغجي، اللي هي اغنيه كل شيء فيك انت حلو بعد المطر يعني. بس ما ادري يعني الاجواء على حسب الاجواء. وفي اغنيه يعني من غير التصوير، في اغنيه يعني بس يعني مشكله اقول لكم فكرتها يمكن ملحن حتى يزعل. بس الاغنيه بدايتها راح يغنيها معاي للحين يعني احد الفنانين. طبعا كنا سامع الخبر يعني. انت ما قلتي راح اقول لا. ان شاء الله هو ان شاء الله يعني في ما ادري انت من سمعت من الملحن من الفنانين بيغني معاي. انا اتمنى تكون الاجابه منك حق جمهورك طبعا. ان شاء الله راح يكون الفنان علي بن محمد، وانا سعيده جدا اني انا يعني يشاركني بصوته في البومي يعني. وان شاء الله يا رب الاغنيه تعجب الناس، وهم الاغنيه من الحان الفنان عبد الله القعود ان شاء الله. طبعا احنا نتمنى لك ان شاء الله طيب الاقامه بيننا وحفله موفقه والبوم جديد موفق ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله زيارات اخرى متكرره لبلدك الثاني الكويت. طبعا انا قدمت لك الحلو، لكن اسره تلفزيون دوله الكويت قدموا لك هذه الهديه وهي طبعا عيديه بمناسبه العيد. شكرا. وحضورك لهذه الحفله وهذه طبعا اللقاء الفني القصير امتعنا وهو شيق، وكان ودنا الوقت يطول، ولكن انت طبعا لظروفك الصحيه ما ودنا نثقل عليك. الله يسلمك. علشان تقدرين توصلين طبعا حفلتك باكر. طبعا هذه الهديه هي ساعه يد نسائيه، طبعا ما ابي اذكر قيمتها لانها هديه مذكوره القيمه يعني. أكيد. مقدمه من مجوهرات الفراوله، عنوانهم السالميه ومجمع زهره. انا شاكره لك وشاكره لتلفزيون الكويت على هالاستضافه، وللمعدين يعني على اسئلتهم الخفيفه، وشاكره لكل شعب الكويت اللي تلقاني بحفاوه. ميرسي. شكرا لك. عيدكم مبارك يا هلا. عايبكم مسير الجرح يتعبكم، ونلقى غيركم ثاني، ونلقى غيركم ثاني. اذا هالحال يعجبكم على فرق حبايبكم، مسير الجرح يتعبكم، ونلقى غيركم ثاني، ونلقى غيركم ثاني. حسايف ما ذكرتونا تكبرتوا نسيتونا، ولكن لو خسرتونا بنلقى غيركم ثاني، بنلقى غيركم ثاني. حسايف ما ذكرتونا تكبرتوا نسيتونا، ولكن لو خسرتونا بنلقى غيركم ثاني، بنلقى غيركم ثاني. إذا هالحال يعجبكم على فرقة حبايبكم،